لان عييت من دوي وعييت من ديال الفيديوهات وعييت من هذه اليوم غادي دقيقه وري. اوسخ كوميتي في التاريخ ديال المكاتب ديال اولمبيك اسفي، اوسخ مكتب. اليوم تنقول السي دبيره قدم استقالتك، سير بحالاتك، شوهتي بينا، تكرفصتي علينا، حاشا واش انت ولد البلاد. لان كون كنت ولد البلاد حقيقي كون عندك الغيره على بلادك وعلى فرقتك. انت ماشي ولد البلاد، انت صرفتي فوق من 8 سنين قريب فوق من 24 مليار، اش درتي بها؟ دير معك شي لقب، دير معك شي حاجه، والو. انت سيد بير خصك تشيل الحبس وتحاسب. انا تنطلب من رئيسه المجلس الاعلى للحسابات، علاش مديور هذا المجلس الاعلى للحسابات؟ اشنو الاختصاص ديالو؟ وحمايه المال العام. دبيرة راه كل المال العام، المال العام كله سيد دبيرة هو وهذوك الدمادم اللي معاه في المكتب، على مكلخ على خوه. علاش دارهم؟ دارهم على قبل الجمع العام باش يصدقوا على التقرير المالي والقدر الادبي. راه من العار حضاره المحيط جيت يا تدبير وتحطمها. هذه الشمعه اللي بقات عندنا في البلاد بغيتي تطفيها. اسمي ما كانش معروف، كان معروف بهذه الفرقه هذه. اليوم انت جيتي وبغيت تطفي هذه الفرقه. حرام عليك، قدم استقالتك، قدم استقالتك، قدم استقالتك، سير بحالاتك، عدفناك، شوهتي بينا، والسلام. شي كلمة الإخوان ديال شي كلمة ها؟ انسان كما قال قبل الناس كيبيع الشراب، واش هذا عنده الحبس؟ ونجي نشدو وواحد جو تقولوا لنا حنا لا قدمنا طلبات ديالنا باش نعاونوا، ما بغينا حنا لا ريال لا جو، ما نمشيوش عاود حنا
السلام عليكم. رزق ميلود عضو محبي كرة القدم بأسفي وعضو المرصد الوطني للحريات والدفاع عن حقوق الإنسان. جينا هنا باش درنا واحد الوقفة احتجاجية على قبل رئيس الفريق ديال أولمبيك أسفي بالنسبة لتبدير العام تبدير المال العام، وهاد النتائج الكارثية اللي هي كيتلقاها فريق أولمبيك أسفي، وما كاينش ما كاين فيما ما لا لا حتى واحد اللي كيجاوبنا على هذا الشيء اللي كنهضروا عليه. هضرنا على هذا الشيء مرارا وتكرارا، لا في لا في لا في المنابر الصحفيه، لا في في كل شيء، لا في الوقفات الاحتجاجيه، ولكن لا لا لا, لا من يجيب. ولهذا كنطلبوا من السلطات المحليه ونطلبوا من الاخ السيد العامل باش نضر واحد النظره في هذا في هذا في هذا الرئيس، لان الرئيس كاين في مراكش وكيسير كما قالوا الاخوان بالتليفون. راه هذا الشيء ماشي معقول، هذا الشيء ماشي معقول. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الله يحيد عنا هذا الوباء، وشكرا.